الله الرحمن الرحيم. صباح الخير، نشكركم للتواجد معنا في هذا اليوم المؤتمر الصحفي. اسمي شيخة ألساني، مؤسسة ساتوك للأطفال المحرومين، وهي مؤسسة غير ربحية تهدف إلى مساعدة الأطفال الأيتام والمحرومين حول العالم. اسمحوا لي أن أرحب بالسادة السفراء الذين شاركونا اليوم، ونشكر وزارة التضامن الاجتماعي في مصر لدعمها لنا والوقوف بجوارنا لتحقيق هذا الهدف. كما أشكر والدتي التي وقفت بجواري واهتمت كثير بي في رحلتي الطويلة منذ الطفولة حتى اليوم. تنقلت في طفولتي بين القاهرة ولندن وأمريكا، وهذا أتاح لي فرصة في التعرف على العديد من الناس والثقافات المختلفة، وهذا ساعدني كثيرا في أن أركز اهتمامي على الأطفال الذين يعانون من الحرمان، يعانون من الجوع. البعض منهم ليس له أهل، هؤلاء يعانون الحياة القاسية، البعض منهم لا يجدون ما يأكله. بعيدا عن التعليم دون ذنب، فرضت عليهم الحياة الفقر والحرمان، فقررت من خلال ساتوك أن أعمل شيء لهؤلاء الأطفال، أن أزرع الابتسامة على وجههم. هم يريدون من يعطيهم الحنان والحب، يريدون من يأخذ بيديهم إلى طريق النور. لا بد من إبعادهم عن الدوائر الثالوث القاتل، الفقر، الجهل والمرض. في الماضي قمت بزيارة مستشفى السرطان ومستشفى القلب دكتور مجدي يعقوب في أسوان، ومستشفى الدكتور أحمد قاسم في السودان، وملاجئ أيتام. رأيت بأم عيني أطفال في المراحيض تنهشهم الكلاب. تخيلوا جنين مولود في المراحيض يواجه الموت ونحن جميعا في غفلة، وهذا أثر في نفسي كثيرا، وزاد من ألمي وحزني، وزادني إصرارا على أن أسير في هذا المشروع للتواجد في وسط هؤلاء الأطفال، لأنهم بالفعل لا يحتاجون الكثير. هم يحتاجون الحب والتوجيه، يحتاجون الرعاية والاهتمام. هذا يتم بالتعاون بين المؤسسات، المجتمع المدني والدول لرفع معاناة عنهم. هم بشر مثلنا، ضحايا للظروف التي وضعتهم في هذا المكان، يبحثون عما يحن عليهم، يأخذ بيديهم. اليوم أريد أن أعرض عليكم أحد مشاريع ساتوك للعام الماضي في مصر. وبعد نجاح المشروع قررنا توسيع المشاركة والخروج من المشاركة المحلية إلى المشاركة الدولية. ففي العام الماضي في مصر أقامت ساتوك دوري لكرة القدم، شارك فيه 16 فريق من دور أيتام في مصر، فيه 160 متنافس من الأطفال المحرومين. وكم كانت سعادة الأطفال في هذا اليوم. لذا قررنا نوسع التجربة لتكون على مستوى دولي، وذلك لفتح أبواب الاختلاط بالثقافات المختلفة والتواصل بين الأطفال المحرومين في العالم. ونحن في ساتوك قررنا اكتشاف المواهب الصغيرة من هؤلاء الأطفال ليكونوا نجوما في المستقبل، بوضع كل الإمكانيات لهم وتوجيه من أهل الخبرة لدعم هذه المواهب ووضعها على الطريق الصحيح. لذا كان اختيارنا لكرة القدم هي الرياضة التي تعشقها الجماهير، وهي أيضا التي لها أهداف ومميزات متعددة تساعد في بناء الشخصية، منها الالتزام، التعاون، الصبر والاحترام. ومن هنا أقول لأطفال المحرومين، اجعلوا حلمكم كبير، ونحن معكم، ونحلم معكم، ونخطط لتحقيق حلمكم. فكأس ساتوك سيقوم في القاهرة في نهاية أغسطس، والفرق المشاركة في مصر، والفرق المشاركة هي مصر، المغرب، كولومبيا، هندوراس، الفلبين، الجزائر والأردن. ويسعدني أن أعلن عن مشاركة الأطفال السوريين اللاجئين بعد مشاورات عديدة مع اليونيسف وشؤون اللاجئين. وأيضا قامت مؤسسة
بعمل فريق ساتوك لكرة القدم للأطفال من عمر 14 ل15 سنة في أسوان بإشراف متخصصين في كرة لينافس الفريق على الصعيد المحلي والدولي. كما سيتم تعليم الفريق اللغة الإنجليزية وبعض العلوم الأخرى لاهتمامنا بقيمة وبأهمية التعليم. ويسعدني أن أعلن لكم على التصفيات التي ستتم في مصر في يوم 1 أبريل لاختيار الفريق المصري المشارك في البطولة من بين 100 متسابق من مختلف المؤسسات الخيرية لأفضل 7 لاعبين، وسينضم إليهم أحد لاعبي فريق ساتوك في أسوان، وسيكون هناك أيضا ومن منطلق إيماننا بالمساواة بين الجنسين فريقين للسيدات في افتتاح البطولة. وهناك العديد من المشاريع التي تخطط لها ساتوك، ومنها اكتشاف المواهب من بين هؤلاء الأطفال على الصعيد الفني والأدبي، والاكتشاف مواهبهم في الفن الغناء وخلق نجوم منهم في هذا الحقل. أشكر السفير المصري والسفير الكولومبي والسفير هندوراس لحضوركم معنا اليوم، وشكرا لكم جميعا لحضوركم. But I'd also like to thank you in English now, so everybody can understand. I just wanted to say how, like, I'm really happy that all of you guys made it and gave us some of your time, because this is, I cannot emphasize how important it is for the children to see, like, you see how many cameras is here, and the children, when they see, like, how many people supporting them, they'll be so happy that, you know, people actually care, that there are people outside who think about them, who want to do good for them, who want them to become better people. And I think that's quite important, so thank you.